ويقول حفظك الله: وهل يكون تذكير المحتضر أو وكيف يكون تذكير المحتضر بالنطق بالشهادة؟ يقال عنده لا إله إلا الله ليسمعها ثم يقولها، ما يقال له قل لا إله إلا الله لئلا يثقل عليه ذلك، لكن الذي عنده يقول لا إله إلا الله، فإذا قالها يسكت عنه ولا يكررها عليه لئلا تثقل عليه. نعم.